بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية. نتابع أعزائي في الوحدة السادسة حقوق المواطن وواجباته. درسنا اليوم هو حقوق المواطن وواجباته في جزئه الثاني إن شاء الله. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يعرف المقصود بالواجبات، ثانياً يعدد واجبات المواطن في الدستور القطري، ثالثاً يذكر المؤسسات الوطنية التي تهتم بالحقوق والواجبات. أعزائي، مما تعلمناه في درسنا السابق درس حقوق المواطن وواجباته في الجزء الأول، تعلمنا ما المقصود بالحقوق. نعم، تذكروا معي، أحسنتم. الحقوق هي الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. وأيضا ذكرنا في درسنا السابق أعزائي حقوق المواطن في الدستور القطري. وردت عدة مواد تتحدث عن حقوق المواطن في الدستور القطري، فالمادة 35 تحدثت عن أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. المادة 36 تحدثت أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 47 أعزائي ورد فيها حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون. في درسنا اليوم أعزائي سوف نتحدث عن واجبات المواطن، وأيضا كما تحدثنا في الدرس السابق عن حقوقه، وقلنا أن للمواطن القطري في دولة قطر حقوق ضمنها الدستور، لكن أيضا في المقابل عليه واجبات يجب أن يقدمها لوطنه. واجبات المواطن: منحني وطني حقوقا، لذا أنا أحبه وأعرف واجباتي تجاهه وألتزم بها. في ضوء هذه العبارة عزيزي الطالب، اذكر عددا من واجباتك تجاه وطنك. لاحظ معي، هذه عبارة جميلة، أن طالما الوطن وطالما الدولة قدمت لي حقوقا فلذا أنا أحبها وأعرف واجباتي. فما هي واجباتك تجاه وطنك عزيزي؟ نعم، أحسنت. أولا الدفاع عن الوطن، أحسنت، هذه واجب مهم. أيضا المحافظة على مرافقه العامة، أحسنت، أيضا هذا واجب مهم. أيضا حماية المال العام، نعم أحسنت. إذن هذه كلها واجبات يجب أن أقوم بها، لأن الوطن قدم لي حقوق فلا بد من رد الجميل فألتزم بواجباتي تجاهه. لنفتح عزيزي الطالب كتابنا المدرسي الصفحة 140، فيها نريد أن نتعرف المقصود بالواجبات. واجبات المواطن هي الأعمال والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه الدولة والمجتمع والمواطنين الآخرين. نعم، إذن الواجبات هي مجموعة من الأعمال وأيضا المسؤوليات التي تقع على عاتق الفرد والتي يجب أن يلتزم بها ويقوم بها تجاه الدولة والمجتمع والمواطنين. إذن الواجبات هي تقريبا بعكس الحقوق، فبالتالي الحقوق هي لك، أما الواجبات هي أمور عليك أن تقدمها للدولة والمجتمع والمواطنين. نعم، يعد أداء الواجبات العامة تعبير صادق عن انتماء المواطن لبلده والإخلاص له،
ويجب على جميع المواطنين كلا في مكانه القيام بالواجبات المطلوبة منهم على أكمل وجه. إذا جميع أفراد الدولة يجب أن يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه حتى يستطيع المجتمع النهوض بأفراده ويتطور ويتقدم. عزيزي الطالب، أجب عن السؤال الآتي: هي الأعمال والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه الدولة والمجتمع والمواطنين الآخرين؟ يشير هذا التعريف إلى مفهوم: المهام أم الحقوق أم الواجبات أم القوانين؟ برأيك هذا التعريف يشير إلى أي مفهوم؟ نعم، أحسنت، إلى مفهوم الواجبات. بارك الله فيك. من القيم التي أتعلمها في درسي لهذا اليوم أعزائي هي قيمة أن أقدر دستور بلادي لضمانه حقوقي في مواده بوضوح. نحن قلنا أن الدستور في دولة قطر ضمن حقوقا لمواطنيه، وكذلك حدد الواجبات، فطالما الوطن والمجتمع قدم لي حقوقا فلا بد بالمقابل أن ألتزم ببعض الواجبات وأقدمها له من أجل ضمان استقراره وتقدمه وتطوره. فمن الأشياء الجميلة علي كمواطن أن أرد الجميل بالجميل، كما قدم لي الوطن حقوقا علي أن ألتزم ببعض الواجبات تجاهه. لنفتح أعزائي الطلاب كتابنا الصفحة 141، وفيها سوف نعدد واجبات المواطن في الدستور القطري. انظر عزيزي إلى المخطط التالي وتعرف على أهم واجبات المواطن العامة. واجبات المواطن العامة في الدستور القطري: أولا، نعم، الدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي، فمن مهام وواجبات المواطن تجاه وطنه يجب أن يلتزم بالدفاع عن هذا الوطن والمشاركة الفعالة في رد أي اعتداء عليه. الواجب الآخر، نعم، حماية المال العام، فحماية المال العام مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطنين، فلا بد من جميع مواطني الدولة أن يحافظوا على المال العام، لأنه هو مال لجميع أفراد المجتمع وليس لفرد واحد بعينه. نعم، الواجب الآخر أعزائي، أحسنتم، مراعاة التقاليد الوطنية في الأعراف والعادات والتقاليد، كلها يجب أن تكون محافظ عليها وملتزمين بها. من خلال قراءتنا أعزائي لواجبات المواطن العامة في الدستور القطري، علينا أن نملأ الفراغات في الجدول التالي. في الحلقة الأولى مكتوب الواجب، وفي الثانية مكتوب الممارسة. الواجب أولا الدفاع عن الوطن، فما الممارسة؟ كيف أمارس الدفاع عن الوطن؟ نعم، أحسنتم، بحمايته والوقوف بجانب الجيش ضد أي اعتداء خارجي. نعم، لاحظوا معي في الواجب رقم 2 حماية المال العام، كيف تكون ممارسة ذلك؟ في المحافظة على أثاث المدرسة، لأننا كطلاب، والمرافق العامة، الشوارع، الإنارات في الشوارع، كلها مرافق عامة ومال عام. ثالثا، مراعاة التقاليد الوطنية، كيف نمارس مراعاة التقاليد الوطنية؟ نعم، أحسنتم، من خلال الالتزام بعادات وتقاليد دولة قطر. أضف لمعلوماتك عزيزي الطالب: اشتمل الدستور القطري الدائم على مجموعة واجبات تمثلت في الآتي: أولا، الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن. ثانيا، الوظائف العامة خدمة وطنية. ثالثا، حماية الأموال العامة واجب على الجميع. رابعا، احترام الدستور.
خامساً، مراعاة التقاليد الوطنية واجب على من يسكن دولة قطر. أعزائي الطلاب، في فقرة فكر وأجب ورد سؤال: ما الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالواجبات؟ نعم، هل الآثار التي سوف تترتب على عدم الالتزام بالواجبات سلبية أم إيجابية؟ نعم، بالطبع كلها سلبية. فمثلا ما هي هذه الآثار؟ نعم، أحسنتم. أولا إضعاف قوة المجتمع، أحسنتم. أيضا نعم، عدم تطور الدولة وتقدمها، رائع، أحسنتم. تعالوا بنا أعزائي الآن لنتعرف على المؤسسات الوطنية في دولتنا والتي تهتم بالحقوق والواجبات. تهتم دولة قطر بحماية حقوق الأفراد وتنظيم واجباتهم، وذلك وفقاً لأحكام الدستور. وأظهرت دولة قطر اهتماماً بحقوق الإنسان، ولهذا سمحت بإنشاء بعض المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطن وواجباته، وأهمها، نعم أعزائي، من المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطن وواجباته في دولة قطر، أولاً ندرس، نعم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ما هدفها؟ نعم، توفير الأمن والدعم للفئات الأكثر تعرضاً للانتهاكات. المؤسسة الأخرى، نعم، إنها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. ما هدفها؟ هدفها متابعة تنفيذ الالتزامات التي تقرها المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفاً فيها. المؤسسة الثالثة، نعم، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. هدفها متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً. من خلال دراستك عزيزي الطالب للمؤسسات الوطنية التي تهتم بحقوق وواجبات المواطن في دولة قطر، اذكر هذه المؤسسات. نعم، تعالوا لنتذكر معاً ما هي هذه المؤسسات؟ أحسنتم. أولاً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانياً، أحسنتم، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. وثالث هذه المؤسسات، نعم أحسنتم، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. أعزائي الطلاب، مما تعلمناه في درس اليوم: أولاً، ما المقصود بالواجبات؟ أو ما هي الواجبات؟ نعم، الواجبات هي الأعمال والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه الدولة والمجتمع والمواطنين الآخرين. نعم، ما هي واجبات المواطن العامة؟ نعم، أولاً الدفاع عن الوطن، ثانياً حماية المال العام، ثالثاً مراعاة التقاليد الوطنية. اذكر عزيزي المؤسسات العامة التي تعنى بحقوق المواطن وواجباته في دولة قطر. نعم، المؤسسات هي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أيضا إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أيضا إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. لنجيب أعزائي عن بعض الأسئلة المتعلقة في درسنا لنختبر معلومات درسنا لهذا اليوم. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: هي الأعمال والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه الدولة والمجتمع والمواطنين الآخرين. يشير التعريف السابق إلى مفهوم الحقوق أم الواجبات أم القوانين؟ نعم أعزائي، أحسنتم، إلى مفهوم الواجبات. اذكر الواجبات العامة للمواطنين كما وردت في الدستور القطري. نعم، ما هي هذه الواجبات بني؟ أحسنتم، أولاً الدفاع عن الوطن، حماية المال العام، وأيضاً مراعاة التقاليد الوطنية، بارك الله فيكم. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.